هاي جاكي تشان ممثل ومخرج أفلام ومنتج ومغني صيني من هونغ كونغ. بدأ مسيرته المهنية كممثل بديل بأفلام بروس لي، فيست أوف فيوري وأنتر ذا دراجون. اسمه الأصلي شان كونغ سونغ، أما لقب جاكي فحصل عليه قبل الشهرة لما كان يشتغل بالبنا بكانبيرا بأستراليا. جاكي تشان هو مغني متمرس، أطلق أكثر من 20 ألبوم بخمس لغات مختلفة، بالإضافة لتأليفه لموسيقى أولى أفلامه وغنائه بأفلام ديزني المدبلجة للصيني. كسر جاكي 12 لوح من البطون بإيده من دون ما يخدش البيضة يلي كان حاملها بزيت الإيد، وفي فيديو بيثبت هالشي متوفر على يوتيوب. مين قال إنه جاكي ما رح يورط ابنه ولا دولار من ال 130 مليون يلي بيملكهم؟ لأنه برأيه لازم هو يعمل ثروته الخاصة، وإذا مش قادر فليش يتصرف بمصريات بيو؟ أنا قال شوفكم بكره.